عند كل غروب على شواطئ قطر هناك موعد مع مشهد ساحر. الآلاف من طيور الغاق المائية تعود إلى هذه الجزيرة لقضاء ليلتها. هذه الصور الجميلة التقطها الدكتور محسن، وهو قطري مهتم بالبيئة البحرية. رافقناه في إحدى رحلاته مؤخراً وعرفنا على أصناف عديدة من الطيور. أحب فعلاً لحظة تثبيت الكاميرا ومراقبة العش ومعرفة موعد التفريخ وأعداد الأفراخ. إنها بيانات مهمة لأنها تمكنني من القيام بشيء ما لحمايتها مستقبلاً. قليلون من يعرفون كم هي غنية الحياة البرية في قطر. هناك على الأقل 100 صنف من الطيور. كلما اقتربنا من هذه الجزيرة الصغيرة فإنها تحوم فوقنا دون توقف. هذا جميل بشكل لا يصدق، وما تفعله هذه الطيور في الواقع هو سلوك دفاعي، وهي تحاول دفعنا للابتعاد عنها. هنا الجزء الشمالي من قطر حيث لا يأتي كثير من الناس، لذلك هي الطبيعة تركت كما هي. ونتيجة للقيود على الحركة بسبب كورونا لا تكاد تجد قوارب في هذه المياه. هل لاحظت تغيراً في الطبيعة بسبب كورونا؟ لاسيما أنه لم يعد هناك أحد في الماء. بكل تأكيد هناك تأثير في كل مكان. الرؤية تأثرت، يمكنك أن تشاهدي سماء صافية في كل مكان. المياه أصبحت صافية، أسماك كثيرة تقترب. يخبرنا هذا بشيء واحد، أينما حل الإنسان حلت الكوارث. يبحر بنا القبطان أحمد، وهو يعمل في وحدة حماية الحياة البرية في وزارة البيئة القطرية. قال لنا إن الطبيعة أينعت منذ بداية الجائحة. شاهدنا طيور الفلامينغو كانت تقترب بين حين وآخر من المياه الضحلة بحثاً عن الطعام، لكن الشمس بدأت تغيب وعلينا أن نرحل. لكننا لا نريد أن نضيع الحدث الكبير، إنه العرض الأهم. الآلاف من طيور الغاق التي تقتات في كل مناطق قطر على مدار اليوم تعود الآن مع الغروب من أجل المبيت. ومن المدهش رؤيتها وهي تحلق فوق الرؤوس، الآلاف والآلاف منها، وتستمر في الوصول إلى أن تغيب الشمس. وفي الظلام نتعثر في مفاجأة أخيرة. لقد ذهبت إلى هناك ثم استدارت، لكن هذه السلحفاة لم تعشش. نعتقد أنها ستعود مرة أخرى إلى العش هذه الليلة، ربما ستعود لاحقا مع المد العالي. الآن هو موسم تفقيس بيض السلاحف. السنوات الأخيرة هذه صار يعني فيه اهتمام من وزارة البلدية والبيئة، والناس صار عندهم وعي. ومع اضطرار الكثير منا إلى البقاء في المنازل قلت حركة السيارات والطائرات والقوارب وقل التلوث. وعلى الأقل في هذا الجزء من قطر يبدو أن عالم الطبيعة صار ممتناً لذلك.